قتل وجرح أكثر من 15 مسلحا من ميليشيات الحوثي خلال مواجهات في جبهة حيفان جنوبي محافظة تعز، وذلك بعد تقدم الجيش اليمني وسيطرته على بعض المرتفعات الجبلية. ودفعت الميليشيات الموالية لإيران بتعزيزات بهدف استعادة المواقع التي خسرتها مؤخرا. وتصدت قوات الجيش لهجوم المتمردين وشنت هجوما معاكسا تمكنت خلاله من السيطرة على مواقع جنوب مديرية حيفان. قصفت